والآن إلى شباك الصحة مع دانيا أرشيد، ونخصصه اليوم للحديث عن علاج جديد للاكتئاب. دانيا، مساء الخير ديما. يلي منا بحاجة لإله، لا لحنا إن شاء الله. ولا أي حدا من منطقتنا العربية، لا. كلنا سعداء وما بحاجة لدواء الاكتئاب. الحقيقة الأرقام هلأ رح نتعرف عليها بعد التقرير جدا مذهلة، بس في خبر ربما يكون سار للأشخاص اللي بيعانوا من الاكتئاب، هو الإسكيتامين، حيث أظهر منافع علاجية للمرضى المكتئبين الذين يقاومون العلاجات التقليدية، وسيطلق في الأسواق على شكل بخاخ أنفي. نتابع التقرير ونبدأ النقاش. وافق مسؤول الصحة في الولايات المتحدة على تناول دواء متعلق بعقار الكيتامين كخيار جديد للمرضى الذين يعانون من الاكتئاب الشديد. والكيتامين هو دواء يستخدم حاليا بشكل أساسي في تخدير الحيوانات في الطب البيطري، وللتخدير في العمليات الجراحية للأطفال وفي الجراحات الميدانية. إنه أمر مهم لعدة أسباب، لأن الكيتامين هو نوع من الأدوية الفعالة المحتملة لدينا. هناك عدد قليل من الدراسات التي أظهرت أنه يعمل كمضاد للاكتئاب، ولكن ما يهمنا هو أنه يعمل بطريقة مختلفة تماما عن غيره من مضادات الاكتئاب المتاحة حاليا. إن معظم الأدوية المضادة للاكتئاب تستغرق أسابيع أو أشهر للعمل، ولكن هذا يعمل في ساعات، وتعرف إلى حد كبير بعد الجرعة الأولى أو الثانية من الدواء سواء كان ذلك سيساعد المريض أم لا. فإذا لم يتحسن خلال أول جرعتين لن يستجيب للدواء، لذا لديك إجابة سريعة. وأعطت الوكالة الأمريكية للأغذية والأدوية FDA الضوء الأخضر مؤخرا لتسويق هذا العقار كمضاد للاكتئاب. نحن لسنا متأكدين تماما ما هي خصائص الكيتامين بشكل خاص التي تجعله مضادا للاكتئاب بهذه السرعة، لكن أحد الأشياء التي تحدث عندما تكون مكتئبا هو أن الدماغ يبدو بطيئا وعكسيا في الواقع، فأجزاء الدماغ تصبح أصغر، ويبدو أن الكيتامين لديه القدرة كما هو الحال مع مضادات الاكتئاب الأخرى على عكس نقص نمو الدماغ وجعله ينمو مرة أخرى بطريقة طبيعية. نأمل أن يتم التحكم في العلاج بعناية من قبل طبيب نفسي أو شخص مختص يمكنه تقييم الدواء وتحديد عدد العلاجات التي يحتاجها. هل يحتاج إلى علاج واحد أم إلى نوعين من العلاجات لأسبوع أو أكثر؟ يعد الاكتئاب اضطرابا خطيرا يمكن أن يكون وخيم الأثر على الشخص وعائلته، ويتفاقم الاكتئاب غالبا في حال إهماله، مما يؤدي إلى مشكلات انفعالية وسلوكية وصحية والتي تؤثر على كل مجالات الحياة. لا توجد لدينا فكرة واضحة عن أمان الاستخدام الطويل الأمد، وهل سيكون الكيتامين عرضة للإدمان والتعاطي؟ فالناس يختلفون في عدد الجرعات التي يحتاجونها، ونريد إعطاء أقل عدد من الجرعات والحصول على أفضل فائدة للمريض. دانيا، الإسكيتامين يعني مثل الديكوستامين، بتتذكر الديكوستامين اللي منع من الأسواق السورية؟ كان ضد الاكتئاب كمان، يعمل قشعريرة بالرأس بينوم. شو الأحصائيات؟ حكينا الأحصائيات تبع الاكتئاب. تماما، كتير سؤالك مهم، لأنه منظمة الصحة العالمية بعام 2017 اعتبرت مرض الاكتئاب العدو الأكبر، أطلقت عليه هذا الاسم بعد ما شافت الأرقام والأحصائيات التي أشارت إلى أنه في أكثر من 300 مليون شخص حول العالم مصاب بالاكتئاب، ومعظمهم لا يتلقى العلاج ولا يفصحون عن أمراضهم لأسباب مختلفة. هل يشعرون بها؟ يعني الاكتئاب هو مرض في الواحد يعني يجزم أنه هو عنده اكتئاب؟ هلا أكيد هو ممكن يحس في أعراض أو شيء، لكن حتى هو إذا ما شعر فالمفروض الأشخاص اللي حواليه يشعروا، عائلته وما إلى ذلك. رح نتعرف بعدين على أعراضه أكثر وأكثر، ولكن كانت الأرقام جدا مخيفة، ودقت منظمة الصحة ناقوس الخطر خصوصا بعد ما شافت أنه كان في زيادة
مقدارها 18% بنسبة الأشخاص المصابين بالاكتئاب بين عامي 2005 و2015، فهي نسبة كبيرة جدا وطالبت بضرورة معالجة هؤلاء الأشخاص. أيضا في تقرير نشر في معهد في فرنسا، أشار التقرير إلى أنه نسبة الأشخاص المصابين بالاكتئاب دون عن عمر 25 هو 28%، في حين أن النسبة ترتفع إلى 31% بين عمري 25 و34 سنة. هذا التقرير أيضا نشر في عام 2013، فهي أرقام مخيفة جدا، وصنفته منظمة الصحة العالمية ضمن الأمراض النفسية والذهنية. طبعا للأسف أنه بمنطقتنا ما في أرقام دقيقة عن الإحصاءات، لأنه معظم الناس ربما بسبب الوضع ثقافيا واجتماعيا بيخجلوا يقولوا أنه هن عندهم مشاكل نفسية، بيعتبروه كأنه جنون. شو الفرق بين هذا الدواء وأدوية الأخرى المضادة للاكتئاب؟ طبعا كمان بحب اقول انه الاكتئاب اول شيء هو من الاسباب او من الاسباب الرئيسيه ربما الوفيات في العالم، وللاسف انه العلاجات المتاحه اليوم وفيات بسبب الانتحار او انتحار او نعم او الاهمال بالعلاج وما الى ذلك يعني. وللاسف انه حتى العلاجات المتاحه حاليا يا ديما هي اول شيء سريان مفعوله يبدأ بعد فترة أسابيع من أخذ الدواء، وفي كثير من المرات لا تكون فعالة ولا تناسب العديد من المرضى. الكيتامين يعمل بطريقة مختلفة، يعني خلينا نقول هو يستفيد من آلية الدماغ بطريقة مختلفة، فهو بيركز بشكل أساسي على مستقبلات موجودة على الدماغ. هذه المستقبلات تسمى N-methyl D-acetase. هلأ هيدي المستقبلات مثل ما دي أسبرتات عفوا، فمثل ما بتعرفي هي المستقبلات خلينا نقول موجودة على الدماغ، والكيتامين يؤثر عليها بشكل مباشر. خلينا نقول هذه المستقبلات مسؤولة على التحكم بالانفعالات، على المزاج، وأيضا على تقوية نقاط التشابك العصبي. والاكتئاب بيعتقد العلماء أنه الاكتئاب يؤثر أو يشوه نقاط التشابك العصبي، وفي حين أنه مضادات الاكتئاب الأخرى مع الوقت بتساعد على تعزيز نقاط التشابك العصبي بعد مرور الوقت، يعني خلينا نقول كأثر لاحق، في حين أن الكيتامين يؤثر بشكل مباشر على هذه المستقبلات فيؤدي إلى تعزيز نقاط التشابك العصبي بشكل مباشر، لذلك يبدأ ظهور المفعول بشكل سريع. لكن ربما لأنه دواء جديد أيضا يحتاج إلى سنوات هلا وافقت عليه الـ FDA أو هيئة الأغذية والدواء الأمريكية، لكن أكيد لسه طبعا ليلاحظوا نتائج على خصوصا الآثار السلبية ضحايا الاكتئاب. الآثار الجانبية يعني غالبا في كثير من المرضى بيخافوا من تناول الدواء بسبب آثاره الجانبية، وأحيانا أدوية الاكتئاب بتكون آثارها أكثر من منافعة، فهل من آثار جانبية لهذا الدواء؟ الكيتامين أو الأسكيتامين له آثار ربما غير سارة مثل أي عقار أو عقار آخر. الأكثر الشيء ما يدعو للقلق ربما هو خلينا نقول ميل هذا العقار إلى إنتاج ما يعرف ب خلينا نقول التدخلات الانفصالية، وهذا الشيء ليش بيخاف منه الأطباء؟ لأنه هذا ممكن يخلي المريض أنه ما يكون مسرور من التجربة فما بيعاود أخذ هذا الدواء، أو بالعكس بصير بياخده بداع وبغير داع مما يؤدي إلى التعاطي والإدمان. نعم، وأيضا بعض المرضى اختبروا آثار سلبية أخرى مثل الصداع والدوران والغثيان، حتى في كان عدم وضوح بالرؤية وغيرها. لأنه يمكن ربما لأنه هو رذاذ يبخ في الأنف يعني؟ لا، هو حتى لأنه مثل ما شفتي بالتقرير هو يعطى كمان كمخدر، فهو لا من أحدى آثاره السلبية ممكن أنه يؤثر على الرؤية. لكن يعني الأثر السلبي اللي ذكرتي قبل شوي هذا الشيء الانفصالي، ذكرتي حكيتي نعم. عن هذا الشيء خطر جدا طبعا، فيعني هذا مو كفيل بانه الدواء لا يرخص، لا يرخص لا الدواء. لانه كل عقار له اثار سلبيه، وربما العدد اللي شافوه قليل امام النتائج والفعاليه، فهن بتعرفي لما بده يرخص اي دواء بياخذوا ميزان اكيد اول شيء الامان ثم الفعاليه، فهو اكيد في كان هذا التوازن واضح والا ما كان يرخص الدواء. نعم دانيا ارشيد، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات القيمه يلي ما بنحتاجها انا وياكي ان شاء الله. عندنا سعاده هيك داخليه ان شاء الله دائما.